ربنا رضى علينا اه وربنا ادانا خير كتير، ربنا يزيد العباد منه ويطعمنا ويطعم منه، امين. ربنا كبير قوي. هو بقول لك انت ربنا مطول في عمرك، يعني انت حاسه بايه؟ حاسه بالنعمه الحمد لله وحاسه برضا الله، ودي حاجه عند الله، العمر والرزق في ايد ربنا. انت نورتينا يا حاجه، ربنا يديك الصحه وطول العمر. لك هي ليها طلب صغير قد كده، تؤمر ينور طريقك مدبقه 30,000 خلق عايز تدوم للرئيس ومعاها ومش مامنه اي حد، نقول لها احنا هنوديهم، نقول لا يا ست، وحطوهم صروهم في الصوره بتاعتها. طيب الكاميرا هي قدامك انت، بقى قولي بقى 30,000 بحطهم في دي كده، في دي في لصندوق تحيا مصر، والرئيس اشوفه بس، مش عايز حاجه من الدنيا كلها الا الطلب دول. احط له فلوس بايدي في 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 الصندوق واشوف الرئيس وبس. عموما اتمنى اكون يعني رسالتك وصلت ويستجاب لطلبك ان شاء الله باذن الله. واشوف ربنا ناصر على اعدائه ابن حواء وادم. نورتينا يا حاجه واحفادك نوروا.